يواجه المنتخب العراق النظير المنتخب الأردن في الأدوار 16 من كاس آسيا لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى لدى مباراة قوية اليوم ملعب خليفة انترناسيونال ستاديوم بريان في تم الساعة الواحدة والنصف بتوقيت العراق والساعة الثانية والنصف بتوقيت الأردن وقطر والسعودية والإمارات والساعة الثانية عشر والنصف دورا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب وسوف تنقضي المباراة على قناة بين سبورت ايزيان كابوان الناقل الحصري والبث المباشر للمباراة تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرصة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بقناة وتفعيل خاص تزعي لكي توصل دائما بوعيد والتفاصيل القوية والمقبرة مع بكم موعد في موعد قادم